من الرياض متفائلة بلبنان باللي جاي، زعلانة على اللي عم بيصير. الأصوات اللي بتطلع لنا كل فترة بيطلع لنا حدا بده يعملنا مشاكل مع الدول العربية اللي نحنا بننتمي لها ومنحبها، قدي بتزعجك بس نشوف هودي الشخصيات اللي كل فترة بيطلع لنا حدا بيحكي جملة معينة. أكيد عرفت عمين عم بقى عم شو عم بقصد؟ لا ما في شك، أكيد أنا دايما عندي أمل بلبنان to start with، وهالشوية أصوات يلي متفضحوا فينا الماء يعني، يعني في ناس كتير بيعرفوا من إني أصلاً، في ناس كتير ما كانوا بيعرفوا من إني أصلاً، واضح إنه ما عم يشتغلوا لمصلحة بلد، عم يشتغلوا لأجندات معينة. علاقتنا مع يعني علاقة لبنان مع الدول العربية علاقة أساسية كلبنانية، كل العالم المغتربين منتشرين بكل العالم العربي عم يشتغلوا، أول ناس كانوا يساعدوا لبنان بالأزمات السعودية وكل الدول العربية، ومنيح لي فتحت الموضوع ليكون في تمييز بين الشعب اللبناني والأبواق السياسية المحسوبة على أطراف معينة.